السلام عليكم خياتي يا زفلة. كنت نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. زفلة كنت هذا مرحبا يسكن تغشاني ومرحبا سيدي لان مرحبا سيدي لان أكني كنت قرايه التكلت بذلك كنت نبدأ الفيديو صبح ياكي ماشي كنا نتكمل إن شاء الله سيدة تفصل سيكا كنت خمع على فيديو إن شاء الله ما يكتب ربي أخيرا إن شاء الله تضران صبح ياكي ليسونسيال قيمة ذيك إذا ما تسجلها وتروحوا مثلا بعيد فصلت سنة 8 شحال 28 28 قيمة ما تسجل صراحة مثلا بعد يكون زيادة بارتاج كي كنت ناس كي تخمى شطح الشغل كي كنت فينالمون يفكي ضربي خلال الشغل كي ضربي خلال الشغل والحمد لله على كل حال. إذا خياتي بالنسبة للفيديو تاع اليوم قلت راح نبدا لكم راح ندير لكم فيديو اليوم زعما قلت راح نبدا هكذا مع الصباح باش نسلك الفيديو تاعي ونحطه لكم هكذا على الزوج الى كتب ربي. في الاخير جات بزاف حفايز انا ديسيديت ندير هكذا زعما شويه بروغرام قلت راح نغسل شويه حوايج كبار معكم راح ندير شويه روتين هكذا راح يكون خفيف ومن بعد راح نطيبوا حاجه للفطور ولا حاجه فنورمال وليت في السياق وليت في حاجه واحده اخرى. المهم الحمد لله كي خرجت سلامات والحمد لله كي جاتنا بركه هكذا. شوفوا خياتي لاكواريوم راكم تشوفوا وين حطيتها تكسرت كسرت على 27 هكذا اكزاكتوم على 27 تاع الصباح سمعنا حاجه شر انا كنت نوجد الفؤاد راجلي كان يشرب في القهوه انا كنت نوجد الفؤاد حتى سمعت عن بالي خلينا روبيني تاع حشاكم تواليت ولا دوش مشعول فينالمون لقيت لاكواريوم هذه كامل تبردي في الماء تاعها بكميات كبيره. المهم على باليش علاش اكزاكتوم ما على باليش علاش ما فهمتش منين كان السبب واش هو البروبليم تاعها بصح معليش الحمد لله كي خرجت سلامات وما ضربتناش تريسيتي على خاطر كانت تريسيتي ايماجينيو لا بيز هذيك اللي نديرو فيها الفلتر هذاك ولا النيو هذاك كانت موراها ديريكتوم والله كانت موراها ديريكتوم الحمد لله كي خرجت سلامات كي لقيت هكذاك رحت ديريكتوم ديجون في تريسيتي قطعت تريسيتي ومن بعد وليت في السياق خليت وليدي يخرج ومن بعد وليت في السياق نحيت هذوك الحوتات بالزربه درتهم في باسينه رحت نجيب الفوطوار حاشاكم ونشف باش نسلك الحاله لقيت سردينات في الارض. المهم طاحوا كيفاش نقول لكم نقزوا من هذاك البسن ومن بعد عاود درت لهم غطاء من الفوق. المهم واش نقول لكم درت روتين تاع درت سبور هاد الصباح كي كنت ناعس دماغ فصل لي سبوري باري فوق اللي راح ناكل امي تسيح كانو شارشور افتيكلت كي غدا لي وقت ربيني حاجاكم لي تواليت نغلا دوشي شعرت فون دوا ما نجوج فيهم غالا اكزاكتومون سيدي كا امي دن صفا كل وامني تسيح شارشور نيف دخل يا يما حوس عفرا ما وندي تفا وتفا ناس يفتح يرزق كي ندي زيد داخل ما ورسوي على القهوة ورعدك ورعدك اللي تصبري بالا فوق هذا راح عليك كل سبعة واش انا اكزاكتومون بس اللي تسويفكي تسوي القهوة وفاد الاكواريوم من الشاشور وكلي فصراحة كنت دينا في العفسة في كل تنين ظلمات صراحة تيني قبالة دار الاكواريوم كنت فكرة نصيحة تيني قبالة دار الاكواريوم وتغير الاكواريوم يتسقن دار الاكواريوم في دارك يجي شغل 30 دي شغل ملحمة وكل نهار مشات كنت تسفرنا شغل السيقارة كيني وين كيني في الساق نينا دسنا على كل حال شغل سيدي خارجين بارابور كيجيني نورمال مي قدر الله وما شاء فعل ليسونسيال سون فيغ في سردين مي نعرف نفتح عاد دواغ عاد دواغ نشوف لك الفورطوار باش تتغول خاطر خاطر غير باسان من بابا كومم سنة كنت عاد ندخل ستة ستة بريان يعني الوقت اللي تساوي الخمسة ست بدون الخمسة صافي دابا تسعي 22 هاكو سنة اقدر شهرين ثلاثة صافي ونتو واحد ثلاثين اللي تلاقي لنا على الاقل الشاشة ونتو بصاير شهر كاتي ناجي موجة صافي وفيغتي ساعدين اني داني القاع بروح في ساعدين وبعد في جوني داني مقارن شوية ومن بعد غمار فهمت ليسونسيال ديال الفيلم الفيلم في سبعة سبعة ام لانو عادي وخي اش كمان شوية كيجيب كما قلت لكم خياتي الاخوات اللي بغاو يشريو لاكواريوم شريوها شريو لاكواريوم هذيك ملحمه كامل ما لقيت زيد شويه دراهم عليها بصح ما راحش تندم فهمتوا
عم شكيت شكيت ماشي شكيت شكيت البيسكا هي ملحمة فقط ملحمة لصقوها ماشي ملحمة لصقوها فقط باللصقة تاع هذاك تاع الزجاج ولا ما على باليش ما تحملتش الكمية تاع الماء المهم اقعدوا معايا حتى الاخير هذا ما راكو تشوفوا رانا رفدنا كامل صوالح هاي ديك الساعة راهي اكزاكتومون 8:25 رفدنا كامل صوالح راكو تشوفوا لاكواريوم هذيك هاي ليك البريزا من هي نحيت كلش على حطيت كلش على الارض هاي ليك لاكواريوم على باليش واش بيها مازال شويه ما درك راح نكمل السياق المهم اها وليك الحوتات وين درتهم انت هاتي حبيت سير دينيني عندك انت عميت نتغمى انا كنت تنقيز نتاع القاعيه لو تيجي قد تفغى الفلتر ني يستبر ونشي هذا كيني ونطون دغا نواجه مكياس من الخدم المهم هنا خياتي رحت ديريكتومون باش ندير قبل الفطور ومن بعد نولي نسيق بيان صالون وندير الحوايج الاخرين قلت راح ندير راح ندير لهم قبل تحليه هكذا خفيفه تفصون هذا الفرونشيتو هكذاك هكذاك كامل ما درتوش زعما في الدار بصح ندمت عليه سانسيرمون النتيجه خذلتني ما عجبتنيش تماما لو كان غير شيت هذاك الفلون العادي ودرت كلش نورمال اللي جربت هذا الفلون هذا الفلون هو راه بصح اللي عنده كراميل عنده درك نوريكم لابواط تاعو بصح ما عجبنيش بالنسبه ليا انا تفاصون لازم ديري هذا الكراميل في الاول ديريه في الكونجيلاتور وتروحي طيبي هذاك الخليط بالحليب ومن بعد تفرغي كلش في الداخل وتخليه يبرد فهمتوا كاني كنت نايس ماذا قيل حاجه تم زوتك وخدمه روح انا شغل كي جبدو خلاها ماني وخلا مي ناس الزوار قفر كي مكيجي من بعد دو على واش شنو نظن كي مرات سيق وكصالوني بيان كلي دلها كي دو واش نظن هاتن ني كنت دبرد الفلون كراميل كي فات خما الفلون شدها الفلون اش حاجه قلت شي غلا مين دماغي سانسيامو وسعره كي كنت تفهمها اي ساعه تولم لا تيكستور ني يتفغو لكني شغل الفلو نورمال يتي ساعه كينيا غوري وتي ساعه وزري غير يكون مثل ما سيام سدي جان ام كي كون دي ديو سا دفاصون الفلو نورا دابيتو تستخدم مع تستخدم مع زعما ديال خدمه كلشي الفلو ماذا لي غاطو دو كينيا ماذا اما كوشو نظام ماذا الفلوني نورمال يكون اللي نخدم يا رمضان دو كيني ديك التا كيني نا كنت دي هوايد مي شغل جي مي قانكني يسخسرينيا لا فيريتي تفاصو خدمه تاعي حدايا اسمي سوينا خدمه غسل الكراميل ني على في كونجيلاتور دي كونجلي ومن بعد تفاغ شو كي ندي قيم زخرج لابواط ني سمع راه في دوك راه داكيني سنات سنات صاشين دي سدون ديو سنات صاشين انت راه دخلنا اللي تلاقي فيكي اتستار ويضك بيا انا مشي كي نخدم الفلون نورمال ومن بعد تسمع راه دخرج تجرى دي سمع زاب بلي سلمتو كتخمم في الفلون مي سي جوست فاغ تبارطاجي كي تكون تخطي ديال تجي فالا تفاصو حتى قالت لي مثلا تيكستور سامحتيا نا كنت دينكيني جوست جبد روك خير راني بوما انا هرهورني بوما انا لاني تقاع ناس واحد زويره قفل كي ومن بعد ادلي هاكي واش نيض فهم مزيد توجو راكي كينا تفطم دوك الوقت نكون تيلين شغال ازكورين تيلين شغال اتكورين فهذا كيني مي دي كونجي الكراميل ني اروح غير سمير غير يفكيني يقول الفلوني تخدمه اسن فغادي سمير ميكس مضى ثيرا في جدي هذا غادي طفي ما نسبيان هاثن بيد ما نتا غادي سمير دوك لين كيني تخدم كي تكون تي حاجه نظن سقد نبريباري دوارا سمونشتو الجواز مونشتو ناكو انت مازال انا مقاطعين للدجاج اما يفاند الحاجه نسن مادة متواجه غير يصب الجامه في الدار بو لانستون سكسا غير ميم با كون مثل ما الا تزام تاع مثل كي لي ديا في شطوح ويا زيد شحال ديال وارد ناوي مقاد نخدم يا شطوح لي روسيت ان مثيد اذا خياتي راكو تشوفوا دوك راح نروح ديريكتومون نطيب الفطور تاعي بالنسبه للفطور راح ندير معكم دوارا دوارة بالمونشتو والخضر المتوفر عندي تفاصون طريقة سهلة جدا جدا والبنة تاع خيالية قلت لكم خياتي راحين نقعدوا هكذا مقاطعين هذاك الدجاج حتى وما تهبط السومة تاعو نقدروا نشريوه كامل ونقدروا ناكلوه كامل ومن بعد راح نشارك معكم بياسور وصفات واحد اخرين بالدجاج وشنو تاني اللي عندها اي معلومه على الدجاج شحال راه داير تقول لي في لي كومونتير خياتي ولا تقول لي شحال راه واصل دركا اسكو نقدروا نروحوا نشريوه ولا نقعدوا هكذا نقاطعوه
بالنسبة للدوار تاعي شفتو درت بصلة، حبة تاع البصل، وراح نزيد الدوار تاعي. إلا شفتو شريتها عندي مدة، قسمتها على هكذا قطع وخليتها في الكونجيلاتور بيان سور على حساب واش نطيب. ما تشوفوش هذه كيفاش نقول لكم الدوار، تقولوا زعما هذه كلها سميتها السمس، كلها لذام، ولا كيفاش يقولوا لها هذا السمث، يا الله شحمه، ماشي شحمه، هذيك الدواره جات بيضه، فهمتوا؟ هذيك الدواره جات بيضه، سي بور سا راهي تبان لكم كامل شحمه. راح نزيد عليها حبه تاع طوماطيش، وشفتوا قطعت عليها شويه معدنوس، وراح نخلي كلش يتقلى. لكن دواج متى يسمح الماستي في الصلت انا عايز مع الدوار راني ناكل الدوار انت شوف حتى ما تقدم تسمتو كون عاشو ناس دوار راني انا لازم ماسكيت الطوماطيش يعني شطح ثغماني يكلي المعدنوسني اسانو ثقة نزيد اتجاه تقلو بيان. وراح نزيد عليها خياتي شوية تاع الزيت ونخليها تتقلى كما يحب الخطا، على بالكم هاد الامور يحبوا القلية. وراح نزيد عليها مغرفة صغيرة تاع لا طماط كونسونطري ولي زيبيس تاني. لي زيبيس درت العكري ودرت سبيسيال بوزلوف، درت له شوية كمون وقلا راس الحانوت هذا ما كان مع الملح، ونخليه كلش يتقلى ونمرق الدوار تاعي ونغلق عليها قيس هكذا 45 دقيقه نولي ليها نلقاها طايبه زبده. كني كنت نايس مع ناس الملح شطح في الفلزكوا شطح الكمون شنو نظن سبيسيال الدوار وكليه ناس شطح ناس الحانوت زي جيني لا طوماط كونسونطري تاعهم جاي شطح لا طوماط كونسونطري من بعد غرق فلس مارقة غرق فلس جات هذه بيان اتسوي لي مثال كيمي كبا هذا وجا ما يبا اسرا كل شكني بوالا اسرا زعما موش دون اسرا كني ثبطت اسنا كني زود ديالك لي كل شكنا سارا فاست كسرو كذا كيني خطا لي غاش طحنا رند سمحي مثلي كنت دني غاش طحنا رند شطحن زعتر راك يتز ورا غير في كيس ديوتنا ريحه تاع حدا يضطب فاصون تو سكا ديوت ندواره شها كنت ديال الجنس اشكيت والله العظيم عرفت فقد ضطب. كما راكم تشوفوا خياتي راح نحي كامل هاد المنسمات كيما روند وشويه زعتر زوج غصان هكذا صغار تاع زهيطره مددت لها واحد البنه خياتي روعه. ودركا راح نزيد الخضر تاعي ماشي طايبين، راكم تشوفوا راني قطعتها طويله حبيت يكون المنظر تاعها هكذا كبير. شوفوا انا عندي واحد الطبيعه بالك روماركيتوني فيها دائما نقطع كل شيء كبير، موالفه هذا الشيء ورفداتو على يما يما العزيزه دائما تدير هاد العفسه تاع الخضره يكونوا كبار، ما على باليش علاش كانت اون بلوس تقولنا تطيب به به كي تكون كبيره تطيب به به ما على باليش اسك صح ولا ما عندها انبوت هكذا كي ديرها هكذا طويله. في الاخير راح نزيد لها شويه ثوم وشويه معدنوس ندير لها شويه ونغطي عليها قيس 5 دقائق ماكسيموم بيان سور نغلق الكوكوطا ونطفي عليها ونلقى فطوري واجد ما شاء الله. كني كنت نايس مثلا هذا كني مي وجهه كلي دواني ثبا اسرع كل خضره انا كتوري مثلا شطحت التيشيرت اكل جماد نسني دي قيمن اضغط قفلس واحد 5 دقائق ماكسيموم تغلق هذاك كوطنا خطر ومن بعد السخسيغ ادي وجدي مكيجي كنت الله الله هذا هات انت حليه نزل نخدم انا كنت دوت في غاروك كن فريغ شوج اكي شوج شكلها نتجها ما تسوى ديك ديجا سن متي تقج فقل فتديوني ليس انا كنت شكلها نتجها مي ويت فكرا لا تيكستور ني فريغ ويت فكرا غامشي كني قرن شوج ويت فكرا لا تيكستور ني فريغ هذا خرج نفس تحس بلي ماشي نورمال. هاي اللي خياتي التحليه اللي درتها معكم بيان سور ماشي انا اللي اخترعتها، سي جوست ساشيات طيبتهم هذا ما كان قلت لكم ما عجبتنيش صراحه. نقول لكم خياتي هذا هو الطبق تاع اليوم، نقول لكم شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نقول لكم لحقنا لافان تاع لا فيديو، نقول لكم ثاني تهلاو في روحكم في والديكم في ولادكم الى فيديو اخر ان شاء الله. إيه كايس ما كنت نغ شاق كنت الجنة كنت نغ تحذر مثل إيمان كنت داريان كنت الوالدين كنت على فيديو دي تدون إن شاء الله كنت نغ أنا وليد كنت مثل ممثل ما كنت مرحمة. باي باي خياتي مع السلامة.